بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأرض في مواجهة الشمس. مثل ما تلاحظون في الصورة، صورة للشمس، يظهر على يمينها لسان من اللهب، ونرى بالقرب منها الأرض بالحجم الحقيقي طبعا لكل منهما. تصور حجم الأرض كما هو ضئيل مقابل هذا اللسان من اللهب. تصور معي نار جهنم التي هي أضعاف هذه الشمس. ولذلك كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يتأمل في السماء ويقول، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران آية 191. والله أعلم.